من بين الأهداف التي نسعى إليها وهو هدف كبير هو إبراز أن وجود صحفيين خلال الفترة معناه وجود نخبة يعني قبل الاحتلال. قبل الاحتلال كانت فيه نخبة، كان فيه اتصال بشكله التقليدي سواء في العهد العثماني أو حتى الدول اللي سبقت العهد العثماني، كانت فيه نخب، كانت فيه مدارس، كانت فيه جامعات، كانت فيه زوايا، كانت فيه دروس، كانت فيه أشكال من أشكال الاتصال، كان فيه علماء كبار وتعرفوهم خلال كل المراحل سواء في الدول الإسلامية اللي عرفتوها اللي كانت في شمال أفريقيا والجزائر تحديدا وغيرها. إذن كانت فيه نخبة، وبالتالي لازم نواصل الرد، مواصلة الرد على الاستعمار الفرنسي اللي ما زال ينتج فكر ويقول أن الجزائر هذه لم يكن فيها شيئا يعني قبل الاحتلال الفرنسي. إذن هذا واحدة أيضا من بين أهم الأهداف التي أرجوها من خلال هذا الملتقى.